خوتي السلام عليكم، صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاعب عبدو ديزا دويتش. يحييكم من المانيا كالعاده خوتي، جيتكم فيديو جديد. هذه المره جيت بفيديو كما نقولوا على القوانين الاخيره اللي داروا اللي طبقتها دوله المانيا، والدوله الالمانيه كما نقولوا، واللي بما يخص هي الازمه تاع الفيروس. بون، قال لك لازم دير الماسك ماشي برا، مي ديرو كي تدخل الحانوت تشري هكذا، ولا كي تكون في البوس لازم دير الماسك. ثانيا، متر تبعد على صاحبك ولا متر ونص، هذه دائما غير فاميليا. لا لا، بصح كي تكون مع واحد صاحبك ولا كيما نقولوا جارك ولا، لازم تكون متر على متر ونص. اثنين، فتحوا تاع دراري صغار الالعاب تاع دراري صغار، فتحوهم ولا عادي، راكو تشوفوا بعينكم خوتي على المباشر. ورانا اليوم السبت، ورانا في رمضان، وكما نقولوا زادوا فتحوا تانيك الحدود تاع فرنسا، راهي مفتوحه دوكا فرنسا، والحاله راهي عاديه، بدات كما نقولوا هاي بدات تفتح غير بالعقل، راكم تشوفوا بعينكم خوتي، راكم تشوفوا على المباشر. الحوانت كاع مفتوحين، بدات الحاله تولي كيما كانت بكري. وراني في مدينة أسلينغن خوتي، هاد المدينة ديجا درت مقبل فيديو على مدينة أسلينغن، ما لقيت وراهم ياكلوا في لاكري ما كنت تشوفوا، بصح ما يديرونجيونيش أنايا، وما موالف الغربة هادي، والفت فيها رمضان وليت عادي يسمى شغل، ماشي كاع مشكل. المهم الحمد لله، كما قلت لكم الحالة ولات نورمال، كنت تشوفوا الحوانت ها باش تعيشوا معايا على المباشر خوتي، تعيشوا معايا ها الحوانت مفتوحين، تدخل تاكل عادي، هاكو تشوفو ها لي ريستورون بداو يتفتحو تانيك، لي ريستورون ها من الحوانت تانيك ها أونت أم. ثم في الصيف هذا ان شاء الله تكون مليحه ان شاء الله. برك معلومه للناس اللي عايشه في دول اخرى، والناس اللي عايشين كما نقولوا في البلاد ولا في المغرب ولا في المروك ولا في الجزائر، باش يعرفوا برك هنا في المانيا لحد الساعه واش راه يدور وكيفاش راهي الحاله هنايا. شغل هذه في المانيا ماشي كيما فرنسا، فرنسا قال لك حتى الجويي، مي هنا تانيك الله اعلم، فرنسا قال لك حتى الجويه هكذا سمعت. وفي المانيا هم بداو غير بالعقل يفتحوا، دوك يفتحوا المسايد ثاني كل السمانه الجايه ولا على دو سمان هكذا كيزيدوا يفتحوا المسايد تاع دراري صغار، تسمى صافي بليزير ولات الحاله عادي. وكما نقولوا صافي بليزير والحمد لله. علاش الحمد لله؟ خاطرش او جاي الصيف خاوتي، راكو تشوفوا اليوم سخانه راهي 28 درجه، والالمان يحبوا سميشه يحبوا سخانه، كنت تشوفوا الجاردن مفتوح، وراه جاي الصيف باذن الله، الواحد يقدر يبوجي يقدر يحوس يقدر يجوز الصيف تاعو في البحر كما نقولوا، في كاش دوله اوروبيه ولا في كاش دوله في العالم، وباذن الله ان شاء الله. وهادو هما القوانين الاخرين حد الان. وبالنسبه لرمضان، انا رمضان تاعي نجوزو كيما نقولوا خدام عادي، نخدم من الصباح حتى العشيه، رمضان في المانيا ولا صباح في الغربه نخدم عادي،
وما يقلقنيش كاع ايتيك، ما نصوم من ما نجوع ما نعطش ما والو. وفي الويكاند نروح نقضي وندور هكذا يا ونقضي كالعادة. هذا هو رمضان تاعي نجوز وانا هكذا يا، والحمد لله دوك راهي جازت سمانتين راهو يجري رمضان. الحمد لله زوج سمانات جازت، هاكو تشوفوا دوك نديكم تاع دراري صغار بعد ما كانت مغلوقة حوالي بالك واحد 3 شهور قريب 4 شهور ملي كانت مغلوقة، دوكا تفتحت ودراري كاع مي يلعبوا صافي بليزير. هذا هو الصح. وصبر برك خاوتي كلش يفوت. والحاله راهي عاديه، نخلوكم معايا خاوتي باش تشوفوا معايا على المباشر. اليوم رانا السبت، السبت 8 ماي. وكما نقولوا اليوم راني رايح عند واحد الحانوت تاع الاتراك، راح شويه نشري شويه تمر خاوتي، ممكن ندير لكم فيديو ان شاء الله في المحل تاع الاتراك اللي يبيعوا الحاله، اللي يبيعوا التمر، يبيعوا كاع حوايج تاع البلاد. هذيك الريحه تلقاوها عند الاتراك هنايا، والاتراك ثاني مسلمين ويصوموا ما شاء الله. وشنو خاوتي داروا واحد القوانين في الحوانت، تدخل تشري عادي فهمت، الحفافين مفتوحين وشنو لازم بالماسك. واش ملاحظة برك خاوتي، تدخل بالماسك كيما هاك تشوفوا على المباشر، وتكون بعد على صاحبك دايرين هنا دي بوند كيما نقولوا بوندا صفراء هذيك، وتشوفوا وكيما نقولوا لازم تكون بعد على صاحبك متر ونص حتى 2 مترات كيما كنتو تشوفوا هنايا باش تدخل تشري في هذا الحانوت هذايا، تكون بعدها بانتظام وقوانين يعني منظمة ما شاء الله. وبالعقل بالعقل بالعقل تولي الحالة نورمال إن شاء الله. هاوليك التركي يبيع الحلال. Thank you.
المهم خوتي كان فيديو خفيف ظريف، تهلاو في روحتكم خوتي وصحة فطوركم، تلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. عبدو ديزا دوتشي حيوكم كالعادة من ألمانيا خوتي، واشتركوا معنا والانستغرام هو عبدو ديزا دوتشو كاش تعديد ولا خوتي. نديرو فيديوهات كالعادة فلوقات وتعيشوا معايا المباشر ان شاء الله، وربي يفرج على خوتنا زولا كامل، وربي تقيم السيس يتقبل صيامنا وصيام كاع المسلمين ان شاء الله. وكما نقولوا رانا في نصر رمضان وان شاء الله يخلص كما نقولوا يخلص كما بدا ونكملوه باذن الله. والصبر والكوراج خوتي، وربي يوفق ان شاء الله الجميع، والسلام عليكم.